السلام عليكم، انا محمد من قناة ايفوي. مؤخرا سوينا استطلاع في القناة علشان نشوف اهتماماتكم بمعرض E3، وكان من ضمن الخيارات خيار ما هو E3. اكتشفنا ان 19% من المشاركين في هذا الاستبيان ما يعرفوا شو هو معرض E3. ايضا شفنا الكثير من التعليقات واللي تستفسر عن معرض E3، ولهذا قررنا ان نسوي فيديو بسيط يشرح معرض E3 وكيف بدأ وشو هو تاريخه. بدون اطالات خلنا نبدأ. الماضي كانت شركات الألعاب من مطورين وناشرين يعانون من عدم وجود منصة أو مكان مناسب يحتضن توجه الألعاب. لجأت الشركات إلى معارض مثل معرض CES السنوي وأيضا معرض أوروبا للكمبيوتر. مع التضخم اللي صار لسوق الألعاب في فترة التسعينيات، صارت شركات الألعاب تبحث عن وسيلة أفضل لعرض منتجاتها أو لمشاركة التحديثات مع الجمهور والمهتمين. ولكن المشكلة كانت بأن الألعاب إجمالا ما كانت تلاقي الاهتمام اللي تلاقيه صناعات ثانية في نفس المعرض المعارض CES. جناح الألعاب كان مرمي خلف مئات الأجنحة الأخرى. الوصول إليه كان يتطلب المشي لفترات طويلة والعبور من أجنحة مش كويسة شوي. وصل بإدارة المعرض في إنها تضع شركات مثل سيجا في خيمة، واللي تسبب بإتلاف عدد من أجهزة سيجا جينيسيس بسبب تسرب مياه الأمطار إلى الداخل. ومع كل هذه المشاكل حاولت بعض الشركات إصلاح الوضع مع الإدارة المنظمة، ومع كل هذه المحاولات ما كان في نتيجة تذكر. وفي الواقع ما تقدر تلوم الجهات المنظمة للمعرض في تلك الفترة، لأن قطاع الألعاب كان قطاع جديد وما بسوق يستاهل في أنك تبرز على أسواق أخرى. باتريك فيرل كان أول من نظم العلاقات بين الشركات المنظمة للمعارض في أمريكا وشركات الألعاب، ومع الوقت قررت نسبة كبيرة من الشركات الانتقال من معارض CES إلى معرض بسيط أصبح E3 مع الوقت. ومع تخلي شركات الألعاب عن CES بشكل تدريجي، قررت الشركة المنظمة لCES التخلي عن تنظيم جناح قطاع الألعاب. هذه نظرة سريعة عن تاريخ معرض E3 للألعاب وكيف بدأ. الآن يعد معرض E3 الأكبر في تاريخ الألعاب وأيضا الأكبر سنويا في مجاله، حيث يضم معرض E3 سنويا أكبر الناشرين والمطورين للألعاب. يبدأ المعرض مع مؤتمرات الشركات الكبرى مثل سوني، مايكروسوفت، سكوير إنكس، بيثيزدا، إيه ويوبيسوفت. كل هذه الشركات تعرض في مؤتمرات تحديثات، أخبار، إضافات، ربما ألعاب جديدة، أجهزة جديدة، تقنيات. اللي هو مدة هذه المؤتمرات غالبا لا تتعدى ساعتين كحد أقصى. ومن بعد حفل المؤتمرات السنوي هناك أيضا المعرض نفسه، واللي يضم شركات عديدة مثل نينتندو وأكتيفيجن وكونامي وكابكوم وغيره، وحتى يصل إلى نفس الناس المنظمين للمؤتمرات مثل سوني ومايكروسوفت وباثيزدا وسكوير إلى آخره. وكل شركة من هذه الشركات اللي ذكرتها يكون لها جناح خاص فيها بالمعرض، تعرض فيه ألعابها أو تعطيك فرصة تجربة ألعابها وحتى التحديثات الجديدة اللي صارت فيها. بالنسبة لهذا السنة، معرض E3 يبدأ في 9 يونيو مع شركة وبيستمر في 10 يونيو مع مايكروسوفت وباثيزدا، ولاحقا مع سوني وسكوير ويوبيسوفت في 11 يونيو، وبينتهي مع نينتندو في 12 يونيو. خلال ايام المعرض بتكون في امكانيه تجربه اخر الالعاب والاجهزه وايضا التقنيات في ارض المعرض. لكن انت كشخص في بيتكم وين ممكن تشوف معرض E3؟ في الكثير من المواقع اللي تبث احداث المعرض او المؤتمرات ايضا بشكل مباشر ومن قلب الحدث مثل يوتيوب وتويتش. بننشر روابط البث في الكوميونتي او المنتدى الخاص بالقناه، فخلك متابع بشكل مستمر، ولا تنسى تفعل الجرس علشان يوصلك الرابط. ايضا لا تنسى تتابع تلخيصنا لمعرض E3. اذا هذا فيديو بسيط عن معرض E3، عطنا رايك في التعليقات، اي المؤتمرات متحمس لها بشكل اكبر؟ وايضا لا تنسى تشيك على الفيديوهات الموجوده على اليسار، ويعطيكم العافيه ونراكم على خير في فيديو ثاني. في امان الله.